السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصري. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتحدث عن مشكلة صحية شائعة وبتراجع المستشفى كثير، اللي هي مشكلة الدوخة والدوار أثناء الانتقال من الجلوس للوقوف. وفي بعض الناس ممكن يحصل عندهم إغماء وفقدان وعي وسقوط على الأرض أثناء الانتقال من الجلوس للوقوف، وهي المشكلة سببها المباشر حصول هبوط مؤقت بالضغط أثناء الجلوس. بكون الدم بالأطراف السفلية نتيجة للجاذبية، والدم بحاجة لعدة ثواني حتى ينتقل من الأطراف السفلية للقلب، والقلب يقوم بضخه للدماغ. ونتيجة لتأخر وصول الدم عدة ثواني عن الدماغ راح تحصل عدة أعراض عند المريض، وأشهرها الدوخة والدوار وفقدان البصر، أيضا فقدان التوازن، وفي حالات قليلة جدا ممكن يحصل غيبوبة وفقدان بالوعي وسقوط على الأرض. وهي المشكلة في لها عدة أسباب، وأشهرها اللي هو الجفاف نتيجة لقلة شرب السوائل وكثرة التعرق، وهي المشكلة شائعة جدا أثناء الصيام في شهر رمضان مثلا. أيضا الأشخاص اللي بيعرقوا كثير واللي بيعملوا تحت الشمس، أيضا هاي المشكلة ممكن تحصل عند الأشخاص اللي بيحصل عندهم إسهال وقي واستفراغ، لأنه هاي الأشياء بتؤدي لهبوط الضغط. أيضا هاي المشكلة شائعة عند الأشخاص اللي بتعاطوا أدوية للقلب والضغط نتيجة لعدم ضبط أدوية الضغط واستخدام مدرات البول. أيضا هاي المشكلة شائعة جدا عند النساء الحوامل نتيجة لتوسع الأوعية الدموية، وهذا الشيء بيؤدي لهبوط الضغط. وتقريبا معظم الأشخاص خلال فترة من الفترات اللي عانوا من هاي المشكلة، فهاي المشكلة يعني تعتبر أمر طبيعي، لكن الأشخاص اللي بتتكرر عندهم هاي المشكلة بشكل كبير أو بتستمر لمدة طويلة، أو الأشخاص اللي بحصل لهم إغماء وسقوط على الأرض، فبهاي الحالة لازم يراجعوا الطبيب. ويعتبر أهم خطوة في علاج هاي المشكلة اللي هو الاكثار من شرب السوائل وتجنب الأسباب اللي ذكرناها اللي بتؤدي لهبوط الضغط، مثل الإسهال وكثرة التعرق مثلا نتيجة العمل تحت الشمس. أيضا الأشخاص اللي بأخذوا أدوية الضغط ومدرات البول يقوموا بضبط الأدوية اللي بيستخدموها. وبالنسبة للنساء الحوامل، هاي المشكلة يعني راح تنتهي بعد الولادة، وضروري الأشخاص اللي عندهم هاي المشكلة ما يقفوا بشكل مباشر لكن يقفوا بشكل تدريجي، وهاي المشكلة راح تنتهي بالاكثار من شرب السوائل وتجنب الأسباب اللي بتؤدي لهبوط الضغط. تقريبا احنا هيك تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بالدوخة والدوار أثناء الانتقال من جلوس للوقوف. إن شاء الله تكونوا استفدتم من المعلومات الموجودة بهذا الفيديو. وبالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا إياه أسفل الفيديو. نتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.